كل شيء بيتطور يا شيخ منير، كل شيء بيتطور. يعني زمان مثلا كان امير المؤمنين الملا عمر كان ممكن يحكم من غير ما واحد ياخد له صوره فوتوغرافيه ولا قناه تسجل معاه. دلوقتي لا، دوله الخلافه لازم يبقى عندها وزاره اعلام وصحف وقنوات وتواجد قوي على النت كمان. كل شيء بيتطور، وفي ظني ان الفقه والامور الشرعيه كمان لازم تتطور. طبعا، بس في ثوابت. طبعا، بس برضه لازم نتطور. عايزين نبدا ندور على شباب ليهم علاقه بالتكنولوجيا والعلوم الحديثه، شباب عندهم ايمان وعلوم حديثه. بلاش نركز على حكايه العلوم الشرعيه وبس. تمام يا مولاي. يعني لو شاب مثلا عنده درايه كده بالعلوم الحديثه والتكنولوجيا وعنده لغات، هيبقى انفع واهم من شاب تاني اكثر تدينا، بس بشرط يكون الاثنين عندهم الحد الادنى من الايمان. بس المهم الاخلاص. اخلاص الشاب المتعلم اهم وانفع من الشاب قليل العلم. بس قله العلم بتخلي اقناعهم بالعمليات الاستشهاديه اسهل. خلاص، نخلي دول العمليات الاستشهاديه ودول العمليات اللي تخلينا نكمل الحياه يا شيخ نمير. فهمت. ودايما دور على الشاب الغاضب. الغضب وقود، والغضبان تقدر تملاه باللي انت عاوزه. فاهم السر. سر. السر مش هنا. احنا هنا مجرد مركز تدريب. السر هناك يا نمير. فين يا مولاي؟ القاهرة. سر كبير. تحس هناك انك ملكت الكون يا شيخ نمير. بتحن يا مولاي؟ منكرش ان انا بحن للرجوع، وكل ما حن يجي لي صوت يشبه اليقين يهدي ويطمن ويقول لي هانت يا شيخ رمزي، الوقت قرب وهتخشها زي ما انت عاوز وحابب. بإذن الله هيحصل وزي ما انت عاوز وحابب. تبقى صلاة جامعة في أكبر ميدنا، والملايين يسكتوا وبيرجعوا. يا لحظة الواحد يبيع عمره علشانها. قول لي أخبار العروسة الجديدة إيه؟ بخير. صغيرة. والصغيرين دول متعبين. ما تقلقش يا مولاي، أنا بعرف أتعامل مع عقولهم الصغيرة. أتمنى. عايزك مصحصح يا شيخ. عايزك مصحصح. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.